حديثنا في هذه الحلقة يدور حول موضوع في غاية الأهمية، وسوف نلقي الضوء على هذا الموضوع. رح يكون الموضوع مجد الشهداء أو الاستشهاد في المسيحية. طبعا رح نلقي الضوء عن يعني من هو الشهيد حقيقة، وما هو مفهوم الشهادة. ونسمع الكثير والعديد يقول أريد أن أموت شهيدا، وأيضا ما هو الدافع للاستشهاد، وهل يأمر الله بالموت، وكيف ينظر الله إلى الموت والشهادة. كل هذه الأسئلة بنعمة الرب سنجيبها في هذه الحلقة.